لك ان شاء الله بيقبرني الرمادي. لك انا ايامي رمادي بدوني. لك صدقيني ما راح تلاقي شاب يفهمك احسن مني. انت اذا بتطلبي لبن العصفور بجيب لك اياه. امتى بعد اهلي؟ يا بنت احكي معي احسن لي. ما راح تفهمي بالذوق. انت على شو شايفه حالي؟ بعد عن طريقي احسن لك. واذا ما بعدت بدك تسمعيني فهماني ولا لا؟ انت ما بتستحي على حالك ولا؟ انت اهلك مو مربيينك؟ ومين حضرتك بلا صغرى؟ ان شاء الله تفكر اذا كان ابوك موظف في المخابرات فهذا بيعطيك الحق انك تتمدمد وتترازل عن الناس على كيفك. طب لسانك ولي احسن ما اصل لك اياها. ولك انت اللي لازم تستحي على حالك، هذا اللي عم تعمله اسمه عيب. لك انت شو اللي حشرك بالنص؟ ان شاء الله بتنحشر بجهنم. هي اختي واحسن لك تنقلع من هون. ايوه اختي، وزمان قلعت؟ ايه بالصرماية على راسك ولا سمعت ولا لا؟